ايه، هو مش مئز الناس بتعامله كده، وانا في المقابل انا بعمل لكم حاجه كويسه، ليه بتشمئزوا مني؟ انا بساعدكم في حاجه، فالمفروض تشكروني عليها مش تشمئزوا مني. وانا سعيد بفكره الحاله ان هم يعني في نهايه الامر تعاطفنا مع عرفه، وهو عايز يبقى ملك، واختيار ذكي جدا لفكره الملك انه يبقى ده عنوان الفيلم. هو الملك، هو وطموحاته المشروعه انه يبقى عنده اسمه كتكت ولا اسمه كرات كتالة انه يبقى عنده كتالة او كساره. يا دي مش مشكله. الاثنين واحد. ومش عايز اكون لا ظابط ولا مهندس. وانه بيكسب كده ومبسوط كده، وانه طموحه لانه يبقى هو السيد على والمعلم، وعايز يبقى زي المعلم. الحقيقه حاله جميله جدا فنيا. وفكره التعميم دي بنشوفها في كتير من يعني من الاخطاء اللي توجه للعمل الفني، انك تقول هنا ده بيحرض على كذا. انا رايي لا، هنا قدمت حاله، قدمتها بصدق، بل انا اختلفت لما قدموا حته فيها نوع من الدراما، الحاله الدراميه بالندم. لانه هو طوال اللي انا شايفه في كلامه موضوع الندم ده ما لم يبح بي. وانتوا قلت لي اثناء قبل يعني في الفاصل انه كان احيانا بيكتم رغبه الندم، مش عايز يظهر. دي لو كنتوا قدرتوا في الحوار تظهروها كانت ممكن تعمل توازن شويه، قوه وتمشي بقوه مع الفيلم. قوته انه بينكر حتى ضعفه. وانا في اعتقادي انه كان لازم الاشاره الى قوانين العماله بشكل او باخر، حتى لو في تنزل تتر حتى لو في نص عدد كذا وعدد كذا وفي مصر كذا ممكن الدوله ما بتهتمش. هو احنا كان في مع المشروع في فلاير كنا كاتبين فيه فلاير، يعني ورقه كده مع البروشور بيتوزع مع المفروض كان يتكتب في بيتوزع مع الناس في البيوت، مين هيوزع عليهم ورق؟ ما هي المشكله ان اللي هيتفرج بعد كده لازم يبعت لهم ورق حالا. هو لا، عشان على احنا عارفين ان هو على نطاق الكليه، ما حدش فكر خالص ان الفيلم ده يخرج بره. انا بس عايز اقول من حسن الحظ ان موجود لسه معانا في الكنترول روم الاستاذه الدكتوره اماني فهمي، هي في المشرفه العامه على التدريب في قسم الاذاعه والتلفزيون في الكليه، وهي بتاكد لنا انه المدرسه دي تتبع جمعيه اهليه تتبع سيده اسمها السيده يسريه لوزو. لكن جمعيه اهليه يعني جمعيه لا تتبع بشكل مباشر الدوله، لكن كل جمعيه اهليه من الدوله بتتبع وزاره الشؤون الاجتماعيه طبعا بتاخد تصريح يعني مش هتختلف. التحليل في الاخر مش هيختلف طبعا. القانون قانون والاخلاقيات اخلاقيات. هي دي ممكن تطرح فكره، ان دي ممكن تثير فكره المشروع يعني لمشاريع للسنين اللي جايه، ان يشوفوا موضوع المدارس دي وهل هي قانوني ولا مش قانوني، ان هم ياخدوا اطفال ويشغلوهم كعماله. حاجه حتى بتقول القوانين الطفل ما بتسمحش ان هو يشتغل من في السن ده في العالم كله، مش على مستوى مصر بس، بغض النظر عن سواء في الزباله او حتى في اي مجال تاني في مكتب يعني هروحي بس اللي يغني كل دي قوانين. فدي ممكن تطرح فكره بعد كده ان نشوف المدارس دي بتتكلم عن ايه. ممكن احنا كان المفروض نشير ليها، بس كان تركيزنا زي ما حضرتك قلت الولد خطفنا، وكان حابين ان احنا يعني المشروع عن عرفه الملك، ان هو عايز يبقى ملك بالحلم البسيط ده، هو نفسه يبقى الملك. وعشان كده برضو ربطنا في الاخر بالاغنيه بتاعت حمزه نمره اللي هي احلم معايا، وحتى كلمات الاغنيه حاسه ان هي. طب ليه يمشي على شريط قطر يعني وهو بيحلم؟ حلمه بقى يعني كانه ماشي ماضي النحو حلمه. طب يجي له قطر يعني ياخده في ايه؟ لا كنت راديو كنت ليه مرتبط شريط القطر هما ما حد يعني شريط القطر يعني خطر وخطر ممكن يكون داهم وقاتل يعني وفي نفس الوقت وفي البدايه جايبين جرس الانذار بتاع القطر. يعني احنا عايزين يعني الموضوع يعني عايزين نفهم ان الموضوع يا جماعه في 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 حاجه غريبه، في حاله وظاهره، في حاله للولد ده غريبه، طبيعه شغله، طبيعه حلمه، طبيعه تفكيره، طريقه كلامه. الولد على بعضه يعتبر حاله فريده من نوعها، عشان كده جرس الانذار بتاع القطر في البدايه ومشيانه على شريط القطر. وحبينا نقفل الموضوع بطريقه مش كئيبه، يعني ما حبيناش ان هو يبقى ماساوي بقى ودرامي شويه، قفلناها بتعليق من هو الماضي نحو حلمه برضو، وبعدين ان هو لسه عنده امل في طريقه ده بيشوف جميل. طريقه رضوى خلينا بقى ندخل في يعني في خناقه صغيره كده لو حبيتي يعني، لانه انا سمعت انه جزء كبير من الفريق بتاعكم كان زعلان بعد ما اعلنت الجوائز في الحفل الاخيره في التخرج.
اولا انت شخصيا هل انت من النوع من الجزء، لانه واضح انه انقسمتوا، ليه زعلانين انه انتم ما خدتوش جايزه؟ يعني هل ده معناه انتم شايفين اللي اخذ جايزه مش افضل منكم؟ يعني هو احنا شفنا ان احنا قدمنا موضوع جديد ورحنا مناطق جديده، ويعني احنا كنا شايفين الفيلم بتاعنا ان هو متكامل، ان هو بالنسبه كشغل طلبه يعني، وان احنا يعني جبنا يعني حاولنا نطلع بره شويه عن كنا بنشوفه قبل كده في السنين فاتت في الافلام، حته ان هي الروتين قوي، يعني حبينا نغير شويه. فحسنا ان احنا يعني اكيد حسنا بحبه شويه ظلم صغيرين، ان احنا ليه فيلمنا ما خدش مركز ظلم. اوكي، لان احنا الناس اللي يعني كل في ناس كتير جدا شافت الفيلم اشد لنا بيه جدا، هم كان طبعا أمل. كان في بالظبط، لان لما اكيد بنفرج الفيلم على صحابهم وابهاتهم، وفي دكاتره في الكليه فرجناهم عليهم، فهم حسوا يعني طلعوا فوق قوي، فجاه نزلوا. هي بتقول ظلم ان هم زي ما انا وضحت في البدايه، كل الطلبه من اول ما بنيجي نشرف على المشروعات هم بيشتغلوا عشان اليوم ده، هم بيحسوا ان المراكز هدف دي مشروع. هي حياه، هي الحياه او الموت بالنسبه لهم. أوكي. فكون هم ما خدوش مركز ده يعني، وخصوصا هم تعبوا وعملوا شغل وحاسين انهم مقدمين فكره جديده ونالت اعجاب الناس، فكان بالنسبه لهم الموضوع ايه، كانت صدمه يعني، اتصدموا. وخصوصا كان في 5 مراكز، يعني هم 10 مشاريع تخرج في الفيديو، فكانوا عاملين 5 مراكز كمان، ما سويش ولا واحد من 5. ولا واحد. طيب هل انت متفهمه يا رضوى، انت وزمايلك متفهمين وجهه النظر الا على حد فهمي يعني من الاساتذه، انه الجدل اللي اتكلمنا فيه في الحلقه دي كلها، مساله عماله الطفل، الرساله ممكن توصل بشكل غير صحيح للمجتمع ولا لا؟ هل متفهمه السبب ده؟ هو احنا النقد ده وصلنا من الكليه، ان احنا بنشجع عماله الاطفال، بس احنا مش قصدنا، مش بنلقي الضوء على القضيه دي، ولا احنا عاملين فيلم عن عماله الاطفال، احنا عاملين فيلم عن حلم الولد ده. احنا يعني بالظبط، احنا ما فهمناش ليه الفيلم، يعني ممكن يكون عيب فينا يعني ان الفيلم وصل للناس ان هو عماله اطفال، بس احنا ما كانش قصدنا كده، فده اللي ضايقنا ان احنا يعني. وخصوصا انا قلت لحضرتك ان احنا حاولنا نركز ما نوصلش الانطباع ده، وللاسف وصل برضه. احنا حاولنا بقوه الولد، موضوع المدرسه لما جبناها ولما سكتناه زي ما قلت، فاحنا حاولنا ان احنا نوصل انطباع للمشاهد، لا يا جماعه احنا مش معاه، بس احنا ده دوكيومنتري، والدوكيومنتري ابسط تعريفاته ان انت بتنقل الواقع، الكاميرا بتنقل الواقع للمشاهد هو. كما هو. فما حبيناش ان احنا نمثل فيها، فجت بقى الميس اندرستاندينج في النقطه دي، ان افتكروا ان احنا بنشجع على عماله الاطفال. استاذ طارق، حضرتك يعني عضو في لجان تحكيم كتير، واكيد جالك شكاوى كتير، واكيد كل واحد بيقدم في مسابقه بيحس انه طبعا هو بتتصرف ازاي في حالات زي دي؟ بص، هو في جزء طبعا مهم في الموضوع، ان كل واحد بيعتقد، وده حق، ان هو مقدم الافضل، والا ما يعني ده يعني ايه، ما بقاش عنده اهتزاز بما قدمه، وبالذات وانت في بدايتك، وهم كلهم في البدايات، ممكن مع الزمن ممكن الواحد يبقى عنده قدره انه يحكم انه لا والله فلان عامل حاجه حلوه ممكن احلى مني. فهو غضب مشروع بدايه. انا بس اخشى انه يكون الحكم الاخلاقي، وانه الرساله هي اللي خلت لجنه التحكيم في كليه زي كليه الاعلام تخاف شوية ان هي تنحاز للفيلم. اذا كان ده لم يكن قائما فاوكي. انا على حد فهمي ان هو ده فعلا، لا دي خطأ في التحكيم. خطأ في لجنة التحكيم، لانه اللي عاملينه كفيلم تسجيلي صحيح 100%، تاخد الحالة مش بتروح مركبها افكارك، لا دي هي افكارها هي اللي بتعبر عن نفسها، فانت كده اخطأت. يعني اذا كانت لجنة التحكيم حكمت اخلاقيا خوفا ان الرسالة دي تتناقض مع ما ينبغي ان يبثه المجتمع من قيم، وانه كلية بحجم كلية الاعلام يجب ان تتبنى الفكر اللي هو رافض عمالة الاطفال، وانه يدين الشخص الذي يعمل او الذي سمح له بالعمل، انا رأيي ان ده حكم خاطئ تماما. لما في كل احوال الشيء اللي لازم نطلع منه، بس استاذ قبل ما تسيب النقطه ديت، ايوه، وحضرتك بقى دي يعني المنطقه بتاعتك، لو في فيلم سينمائي على سبيل المثال، انا ككاتب لسيناريو الفيلم ما عاقبتش القاتل، ما عاقبتش المغتصب، واحد اغتصب واحد، لو انا ما عملتش ده في 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 في, في السيناريو، انت هتحكم عليا ازاي؟ لو في منطق ان هو بيصدر للمجتمع انه المغتصب ده، لان احنا مثلا بنسكت
فأصبح مغتصبا كويس أو أن بيرمي للفساد اللي موجود وجعل المغتصب ده لا فيش أي عقاب، لأنه مش عايز أنا عقاب سماوي. ما ممكن أفلام القديمة كان دايما هناك عقاب سماوي، تك قطر ياخده مثلا، فبقى أنت استريحت مثلا. في حاجات كده ورغم ذلك حضرتك أكيد تذكر يعني في أفلام الويسترن مثلا الأمريكية هتلاقي أحيانا ممكن نقع بسهولة في فخ، نقع في غرام اللص الظريف. هو في نهاية المطاف هو لص. بس ايوه، بس انا شخصيا ضد فكره ان يجب ان يعاقب الشر، بما انه في المجتمع فيه اشرار كثيرين بيهربوا من العقاب وموجودين. لكن انت هتوصل لي اي رساله؟ هو الناس فاكره اذا انت معاقبتش الشرير فانت بتدعو للشر، ودي الحقيقه احد اسلحه الرقابه اللي هي عايزه تعتبر ان المتلقي ده تلميذ بليد بيبص كده وخلاص. لا، يعني يجب ان احنا نحترم ايضا عقول الناس ونعرف ان الشر موجود في الحياه، والشر ناعم ودمه خفيف وبيصل لاهدافه، ودورنا نعرف انه شر لكن لا يعاقب في كثير من الاحيان، بيفرط من العقاب. فدي نظره طفوليه قوي. عندي تعقيبين. اتفضلي، لان انا عايزك تكوني جزء ده، لان انت يعني جزء اساسي في صناعه الفيلم ده. وممكن يجي لك افلام بعد كده سواء من النوعيه دي او غيرها. برضو الحس الاجتماعي استاذ طارق، اعتقد هتتفق معايا، الحس الاجتماعي والاحساس بالمسؤوليه بشكل عام، انه في نهايه المطاف انا هساهم بالدخله في الناحيه الاخلاقيه في يعني. طب هنسمع رضوى وهرجع لحضرتك تاني. هي النقطة بس ان الفيلم الروائي بيختلف عن الفيلم التسجيلي. يعني انا في الفيلم التسجيلي بنقل الواقع زي ما هو، مش لازم ان انا احط رأيي، وان انا ممكن ابقى متحكمة ان انا اقول يا جماعة كل اللي حصل ده غلط والصح 1 2 3. ده يبقى موجود اكتر في الفيلم الروائي. لكن انا في الفيلم التسجيلي ما يعني محدودة بالواقع اللي عندي، ده الواقع بتاعي. فانا ممكن يكون الواقع هو وحش كده، يعني ده الواقع، انا غير فيه ايه؟ ما ينفعش احط اغير في ده. حقيقه ده فعلا موجود، احنا ما